معانا طبعا، يعني يشرفني يكون معانا طبعا الاستاذ علاء مبارك نجل الرئيس محمد حسني مبارك. استاذ علاء، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن خالد؟ ازي صح؟ انا سعيد بتليفون حضرتك والله، ويعني بنشكرك حضرتك وسياده الرئيس والاستاذ جمال اولا على وقوفكم دائما بجانب منتخب مصر، وسواء في كل المباريات سواء حضور التدريبات، وده لم يحدث من اي رئيس جمهوريه على مستوى العالم على ما اعتقد. الله يخليك، الله يخليك يا كابتن خالد. استاذ علاء، انا بكلمك عشان اول حاجه طبعا لازم نهني اتحاد الكوره الكابتن سمير والمهندس حسن صقر والكابتن حسن شحاته والمنتخب على الاداء المميز اللي عملوه في المرحله الاخيره دي، والانتصارات اللي عملوها لنا وفرحونا بيها. طبعا فيجب ان احنا كلنا نغفر المنتخب ده ونسنده ونشجعه ونبعد بقى عن المهاترات ونبعد عن النقد اللي ملوش اي معنى. تمام. كل تحيه للمنتخب وكل تحيه للقائمين عليه، ان الحقيقه الجماعه دول زي ما انت قلت من شويه، انا كنت بتابع البرنامج، اسعدونا وجابوا لنا انتصارات كتيره وياما فرحونا يعني في مباريات وادخلوا السعاده على قلوبنا. تمام. انا بقى بتكلم طبعا ان انا بقى لي كام يوم شايف وبتابع الصحافه الجزائريه الحقيقه والتصريحات اللي بتطلع من هنا ومن هناك، وكنا هناك انت عارف احنا طلعنا انا وجمال حضرنا المباراه. طبعا طبعا ابو الحمد لله على السلامه كل الجماهير اللي رجعت بالسلامه دي، لان الجو يا كابتن خالد الناس اللي حضروا هناك كان جو غير طبيعي. والجمهور للاسف الشديد الجزائري اللي كان حاضر هو ليس جمهور كره قدم على الاطلاق. الجمهور اللي هناك ده ما كانش جمهور كوره، دول كانوا انا في رايي الشخصي وراي ناس كتير، دي كانت جماعه مرتزقه. يعني اللي بيعملوه ده كان هناك بيمارسوا نوع من الارهاب وليس مشجعين للكره. ودول انا في رايي دول جايين ما لهمش دعوه بالنتيجه، يعني طبعا انا بقول الحمد لله، ويمكن يعني ناس تستغرب ان احنا ما فزناش، لان لو كانت مصر فازت انا مش عايز اقول لك كانت يعني كان ممكن انا استاذ علاء انا قلت امبارح تبقى مجازر للاسف. انا قلت امبارح ايها الشعب المصري بنقول لكم مبروك على خسارتنا، لان في حاله وانا اؤكد لحضرتك ذلك، في حاله فوزنا وصعودنا لكاس العالم كان لا يقل عن 1000 جثه هترجع مصر. احنا رايحين يا كابتن خالد، انت عارف احنا كنا قاعدين في قبل ما نوصل المقصوره في بعض الامن السوداني، وطبعا الناس في حدود الامكانيات ما تاخروش يعني ما حاولوا يعملوا ما في وسعهم الحقيقه. وبعض الجماعه اللي معانا نصحونا بعد ما قبل ما نوصل، كان الكابتن سمير زاهر وصل قبلنا، قالوا لنا لا الوضع صعب، واحنا كنا قاعدين على شمالنا الجماعه الجزائريين اللي هم في المقصوره اللي هناك، وعلى شمالهم على طول الجمهور الجزائري، واحنا على يمنا الجمهور المصري. فطبعا قبل ما نوصل كان الكابتن بداوا يرموا شويه ازايز وطوب، وفي بعض الحاجات نزلت في المقصوره. فكان الخوف والقلق، قالوا لنا لا احنا في خوف وتخوفات، الجماعه السودانيين قلقانين لان الجمهور بيرمي حاجات، قالوا لا احنا هنقعد وهنحضر ومش هيخوفونا يعني. احنا مش هنخاف، احنا جايين نشجع فرقتنا وجايين نبقى مع فرقتنا في السودان في الملعب وهنشجع وربنا يوفق. وبدا دخلنا بنتكلم مع الكابتن سمير وكده، ونفاجئ انا ببص انا وجمال بص لي كده طبعا وضحك، بنبص جماعه بقى على الشمال لابسين مرتزقه بقى، انت عارف اللي لابسين فانيلات كده كات ورقصهم بالبند الجزائري. برضو انا استغربت احنا في مقصوره احنا في شارع احنا اربعه واقفين وكابتن سمير والمسؤول السوداني، ودول برضو تشويه بالايدين وبزاقات وعلامات كده على الرقبه، هنقتلكم هنذبحكم. انا استغربت، انا قلت ده يعني طب ليه يعني مش فاهم ايه ده، احنا جايين فين؟ جايين ماتش كوره ولا جايين؟ فواضح من الاول حتى في الناس اللي في مقصوره ان في نوع من العداء ونوع من الارهاب ونوع من التحفز ونوع من الغل، يعني غل بطريقه نحسناها، قلنا الماتش مش هيعدي على خير يعني. انا بقيت قاعد قلت يعني في كلتا الحالات يعني المباراه دي مش هتعدي على خير. وطبعا بقى الامن السوداني قالوا لنا يعني ان قبل المباراه يعني نحاول نمشي، قلنا لا احنا هنقعد ومش هنتحرك الا المباراه تخلص. انتهت المباراه، بداوا برضو الاستفزازات وحاولوا بعض اللعيبه يستفزوا عماد متعب وكده، الحمد لله برضو دخل اوضه اللبس. نزلنا تحت في اوضه اللبس، طبعا قعدنا مع اللعيبه، تعرف اوضه اللبس في شباك كده يعني الجمهور الجزائري وهو داخل بره قعدوا يشتموا برضه الكابتن حسن شحاته، كلمته النهارده وقال كلامه يخبطوا برجليهم وبتاع في منتهى الاستفزاز ومنتهى السفاله. فعلا منتهى السفاله يعني. ودول مش جمهور الكره بتاع الجزائر، انا بقول لك تاني دول جماعه ارهابيين ومرتزقه. يعني ده ارهاب، ده دي مش كوره ودي مش رياضه. اقترحوا برضه بعض الناس هناك والاراء والامن، يلا عايزين نخلي بسرعه ونطلع ولازم على الطياره وهنطلعكم على اول طياره، فطبعا احنا رفضنا. قلنا احنا هنطلع الفندق هنستنى المنتخب لما يجي، لان احنا كنا جايين اصلا على طياره مصر الطيران، وكان معانا في جماهير واحنا جايين. تمام. كان فيها جماهير. تمام. رحنا الفندق وقعدنا، بدانا بقى نسمع الاخبار دي البرامج، وان في ناس في اصابات وفي مش عارف المغني محمد فؤاد محبوس في حته، وفي
كان قاعد ورانا بقى للاسف في سيدات كتير وفي اطفال وفي مدام قدوس عبد الحميد وفي فنانين يعني في كميه نساء واطفال يعني يوريك جمهور مصري رايح يتمتع وفي مهرجان ويشجع يقابلوا بقى الشغل الارهاب والمرتزقه ده راح بقى خايف على كل السيدات والاطفال والناس. استاذ علاء مبارك يعني حضرتك ساعتين ثلاثه خايفين برضه ان الجزائريين يجي يخشوا على الفندق اللي كانوا قاعدين في المنتخب وحاولوا يتحرشوا بيهم قبل المباراه بيوم. فقلنا لا هنقعد وهنستنى لغايه لما المنتخب جه ولمينا بعضنا ولمينا الاتحاد المجموعه بتاعت اتحاد الكوره وقلنا هنتحرك كلنا مع بعض لقلنا مش هنسيب المنتخب لو كانت سابه برضه ما هو قاعدين متربصين ولو طالوا يضربوا الاتوبيس بتاع المنتخب ويكسروهم هيعملوها. فقلنا احنا هنستنى هنتحرك كمجموعه كلنا. طبعا الاخوه السعوديين كانوا عايزين الاستاذ علاء وجمال اتفضلوا يعني احنا مجهزين لكم الطياره واول طياره هتطلع عايزين بقى طبعا مسؤوليه. فقال لك بقى ولاد الرئيس بقى يعني خلاص بقى ونطلع مش عايزين وجع دماغك مش عايزين. قلنا لا هنستنى وهنطلع كلنا مع بعض. حتى جماعه قالوا بس الطياره قلت له هنستنى احنا هنستنى انا وجمال هنطلع مع كابتن سمير ومع المنتخب ومع الجمهور اللي جه معانا مصر طيران هنطلع كلنا سوا. وفعلا يمكن قعدنا ساعتين في الفندق وتحركنا متاخر ولا ما دخلنا قعدنا في المطار ساعتين ثلاثه ان كان في برضه قالوا لنا الاخوه السودانيين الجزائريين دخلوا كسروا صاله الحجاج بتاع المطار وفي ضرب وانت سامع بقى ده بيتكلم. وسمعت برضه ان الاخ وائل ابراشي كان في مشكله فكلمناه واطمنا عليه وكان معاه مجموعه من الـ من الـ من الاعلاميين والمذيعين طمنا عليهم. يعني كانت الحاله طبعا حاله استاذ علاء يعني بعد حضرتك يعني انا الاسبوعين اللي فاتوا من خلال الجرائد الجزائريه يعني حضرتك دائما في مصر بتتقبلوا النقد سواء حضرتك سواء استاذ جمال سواء حتى الرئيس محمد حسني مبارك بيتقبل النقد حتى من الجرائد المصريه. ولكن يعني خلاص المباراه ما بقتش كره قدم مش النقد يعني انا بحاول احليها نوعا ما. ولكن في النهايه الجرائد الجزائريه يعني خلاص طلعت من اطار كره القدم وقعدت تتكلم على الشعب المصري وتهين الشعب المصري. طبعا الماتش في الجزائر هناك الجزائر هناك برضو احنا كان المفروض يعني وكابتن سمير برضو نكتب تقرير ونقول اذا كنا تعرضنا لاي مشاكل بس احنا يعني ما عملناش. بدات الصحافه الجزائريه طبعا التهييج والخرافات عن الموتى والجثث للجزائريين طبعا القاهره والتعمد لسب مصر ورموز مصر وطلعوا الصور لقتيل جزائري نايم كان يعني احنا كان احنا يهود في غزه بنقتل في غزه ونوع من الشحن هذا كله ليس له دعوه بكره القدم. يعني ده تخطيط وده له قصه سكه تانية خالص وله ناس بتفكر ليس ملوش دعوه بالكوره، الكوره بريئه من كل اللي حصل ده. وتهيج وشحن الناس والرئيس اتحاد الكوره الجزائري يطلع يتكلم كلام فارغ ومش معنى والسفير هنا برضه شايفه يطلع يقول لك انتوا يعني احسن لكم هتخافوا على الاستثمارات بتاعتكم في مصر. كلام ايه الكلام البلو ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي بيقولوه ده سواء السفير ولا يعني الواحد بقى ساكت عاملين له اخوه جزائريين واخوه جزائريين. انا ولا لا انا بره السياسه انا بتكلم كمواطن مصري بحب بلدي وبحب وطني. يعني كفايه بقى خلاص مش هتفضل مصر طول عمرنا نبقى احنا مع الاخوه الجزائريين. يعني عندنا الاخوه في الخليج بنحترمهم وعمر ما كان في مشاكل في ماتشات برضه التوانسه المغاربه انما تركيبه الجزائر كده في حاجه غريبه في حقد وغل ضد مصر حسيناه كلنا. وهذا مش كلام تقول لا ده كلامك لا ده كلام يسال كل فيه كان في فنانين وكان في اطفال وكان في سيدات كم من الناس اللي كانوا في السودان وكل واحد بيجي يحكي لك قصه وتعرض لمشكله وتعرض لمهانه وذل هو ده بقى اللي حصل. فلازم يبقى في وقفه يا كابتن خالد استاذ علاء نقول لا استاذ علاء انا حاسس انا معرفش انا دايما على برنامج معلش انا هتكلم بصراحه ويطلع مثلا كباتن محتمي يقول لك انا معلش رغم كل انا بحب الكابتن روروه ولا هوهوه بتاع رئيس الاتحاد بتحبه بأماره ايه؟ يعني معلش احترم الكابتن شوبير بتحبه بأماره ايه يا شوبير؟ احنا هنطلع نحسس على الناس دي امبارح برضه انا سامع مع احترامي المخرج خالد يوسف لا دول مش الجزائريين وده الامن احنا يا جماعه ايه هنطبطب على الجزائريين؟ والله احنا بنتهان واللي حصل هناك ده ما يتسكتش عليه يا جماعه كفايه بقى يا استاذ علاء لازم ناخد موقف كفايه بقى خلاص كفايه لازم مصر لها احترام احنا مصريين راسنا فوق مفيش حد يهن ياخد على دماغه. انا بتكلم ماليش دعوه بالسياسه ولا بحلم بتكلم استاذ علاء يعني بجد والله انا سعيد بكلام حضرتك ما فيش حاجه اسمها الكابتن ابراهيم حسن يتكلم كويس انت تكلم الناس اللي بتتكلم هو ده كده كفايه اللي يغلط فيه يغلط فيه مش هنقعد بقى نطبطب ونحسس كفايه احنا زهقنا من الـ من الـ من المواضيع دي خلاص تحترمني احترمك انما اللي يحصل في الـ في الـ في, الـ في السودان هناك ده من الجزائريين ده غير مقبول بالمره مفيش مصري يقبله مفيش مصري يقبله مصر يا استاذ علاء اغلى من اي حد
اه طبعا. لا 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 يقبل، لا يقبل. هيطلع الجزائري يقول لك السفير الجزائري، اظن في حد قال له خلي بالكم عشان انتوا كده الاستثمارات المصريه هناك، الاستثمارات المصريه بيخرف يقول لي السفير. استاذ علي انا عايز اقول لك ان الاستاذ نجيب ساويرس من 3 ايام طلع عمل مؤتمر صحفي قال انا خسائري 10 مليون، طلع وزير الماليه تاني يوم قال انت عليك 600 مليون دولار ضرائب. طب ده يعني ده شيء ايه؟ انا عايز افهم. ما طبعا ده تلكيك تلكبوله، يعني راجل راح يستثمر هناك وفاتح وبيشغل وبيعمل، ما بقول لك ده بيقول لك على يعني اللي جواهم، اللي جواهم كله حقد وغل، ومفيش الحب ده مش موجود للاسف الشديد. يعني استاذ علاء لازم كشعب ناخد نقعد بقى ناخد وقفه. لا احنا ما نقبلش كده. استاذ علاء جثث ايه؟ الخارجيه بتاعتهم هنا السفاره طلعت ريبورت ان في جثث، وقالوا لنا ايه الجثث ايه؟ انتوا بتعيبوا الناس، فين جثث وموت؟ ده انا بحيي الشعب المصري وبحيي. انا كنت في الاستاد في ال 80 90 الف اللي كنا هناك. كابتن خالد مفيش ورقه اترمت في الاستاد. انا كنت موجود في الاستاد يا استاذ علاء. وبتشجع